الله معكم. مش كل أعمى ما بيشوف، ولا كل حدا نظره منيح بيقشع. العمل الحقيقي هو منه عمل بصر، ولكن عمل بصيرة. ويسوع قال عن الفارسيين: ينظرون ولا يبصرون. بخبرنا الإنجيل مرقس عن قصة شفاء أعمى أريحة بارتيما، يلي كان قاعد على جنب الطريق بلحظة مرور يسوع من أريحة إلى أورشليم. تستوقفنا النقطة الأولى بهالمشهد الإنجيلي، وهي إنه أعمى أريحة كان جالس على طرف الطريق، على جنب الطريق. وهيدا بذكرنا بمثل الزارع يلي هو عم يزرع وقع منه حبوب على جنب الطريق، حبوب ما بتنمى عقيمة، بتجي بتكلها طيور السماء ويدوسها الناس. جنب الطريق بيعني خارج يسوع. النقطة الثانية يلي بتسترعي انتباهنا بهالمشهد الإنجيلي هي لما عرف الأعمى بمرور يسوع، صرخ له صرخة هي من الآب يسوع المسيح المنتظر ابن داود، اللي هي صفة من صفاته، وقال: يا ابن داود ارحمني. وكأنه استبق هالكلام يلي بده يسمعه يسوع بأورشليم لما يدخل الدخول العظيم ويقولوا له: هوشعنا يا ابن داود. النقطة الثالثة هي قصة الناس يلي وقفوا حاجز بين الأعمى طالب الشفاء ويسوع المسيح. نحن أوقات نلعب هيدا الدور، أوقات نحن منكون حاجز بين الناس والله، ولازم نكون العكس. النقطة التالية يلي كمان ممكن نضوي عليها بهيدا الإنجيل هي إنه لما يسوع قال لهم ادعوه، ما تكونوا، كأنه عم بيقول لهم ما تكونوا حاجز بينه وبيني، ادعوه. فقالوا له هن: انهض وثق إنه يدعوك. وهذا الشيء مطلوب منا نحن، إنه نحن ندعي الناس ليسوع. فهذا الأعمى الحلو هون والعميق جدا بالموضوع، إنه ترك رداءه وهو أغلى ما يملك وقام لعند يسوع. انتقل من الجمود إلى الحركة. كان بالأول جالس، هيدي علامة الجمود، ونهض، وهيدي علامة الحركة يلي من خلالها بده يطلب من يسوع الشفاء. وقال له يسوع: شو بدك؟ قال له: بدي شوف يا ربوني، يا معلم، خليني شوف. أعطاه يسوع نعمة النظر وقال له: إيمانك خلصك. فالإيمان هو الأساس وهو أهم شيء. كل واحد منا عنده عمى معين بحياته الشخصية. خلينا نطلب من الرب اللي هو النور الحقيقي يسوع المسيح، يلي به كونا كل شيء، ويلي قال عند فجر الخليقة: فليكن نور، فكان نور. خلينا نطلب منه النور الحقيقي. غمض عيونك بتشوف. بداخلك في عدة عيون. بعين العقل فيك تشوف جوهر الأشياء، وبعين القلب فيك تشوف جمال الحب، وبعين الإيمان بتشوف نور الله. أمين.